بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله حصة اليوم هنتكلم فيها عن قانون دالتون للضغوط الجزيئي. قانون دالتون للضغوط الجزيئي، عالم اسمه دالتون في أثناء دراسته لخصائص الغازات وجد إن لكل غاز في خليط من الغازات ضغط خاص به. يبقى دالتون وجد إن كل غاز بيكون له ضغط خاص إيه؟ خاص بيه، وحط قانون سماه باسمه، اسمه كده قانون دالتون للضغوط الجزئية. بينص على إن الضغط الكلي لخليط من الغاز بيساوي مجموع الضغوط الجزئية للغازات المكونة له. تمام كده؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا لو عندنا مثلا عدد من الغازات، وليكن مثلا عدد الغازات دي هندي لها كده ارقام 1 و2 و3. تمام؟ يبقى لو عندي الغازات دي هيبقى الغاز الاولاني رقم 1، والغاز رقم 2، والغاز رقم 3، لحد ما نوصل للغاز رقم N. كل واحد من دول له ضغط جزئي. كل واحد من الغازات ده يبقى دي اسمها غازات. كل واحد له ضغط جزئي. فالضغط الاولاني ده الغاز الاولاني هنسميه بي 1، وده هنسميه بي 2، وده هنسميه بي 3، لحد ما نوصل برضو اللي ده هيبقى بي ان. يبقى ده اسمها، ده هي اسمها غازات. يبقى دي اسمها غاز، ده اسمه غاز، وده الضغط بتاعه اسمه كده، هنسميه كده ضغط جزئي، ضغط جزئي للغاز ده. طيب بيقول لي ان مجموع الضغوط الجزئية ده هنسميه بي توتال. يبقى البي توتال هيساوي ايه؟ يبقى البي توتال، يبقى البي هنقول كده هو البي توتال، البي الكلي، يبقى البي توتال اللي هو الكلي يعني الضغط الكلي بيساوي، هيساوي ايه بقى؟ هيساوي بي واحد، اي بي واحد زائد بي اتنين زائد بي تلاتة لحد ما نوصل للبي ان. تمام؟ يبقى زائد اهو البي ان. يبقى لحساب الضغط الكلي لخليط الغازات بنضيف الضغوط الجزئية إلى كل الغازات مع بعض. يبقى بي واحد وبي اتنين وبي تلاتة بتمثل الضغوط الإيه؟ بتمثل الضغوط الجزئية، والبي توتال بتمثل الضغط الكلي، بتمثل الضغط الإيه؟ الضغط الكلي. لو جينا نشوف مثلا في الشكل اللي عندنا اهو، الشكل اللي قدامنا بنلاحظ، هنلاقي ايه؟ هنلاقي لو احنا حطينا 1 مول من غاز الهيليوم او مع 1 مول من غاز النيتروجين في وعاء مغلق، مش هيحصل تغيير. ما دام هو في وعاء مغلق فمش هيحصل تغيير في حجم كل من الغازين وعدد الجسيمات بتاعتهم. الضغط الكلي هيساوي ايه؟ هيساوي مجموع الضغوط الجزئية لكل منهم. يبقى الواحد مول من الاتش اي له ضغط بي 1، والواحد مول من الان 2 له ضغط بي 2. يبقى الضغط الكلي اللي هو البي توتال هيساوي 1 مول من ال HE زائد 1 مول من ال N2، يعني ضغط ال 1 مول من ال HE زائد ضغط ال 1 مول من ال N2 اللي هو غاز النيتروجين. عشان نفهم، نقول ان احنا عند خلط الغازات بيكون الضغط الكلي للخليط مساوي لمجموع الضغوط الجزيئيه او الجزئيه للغازات في الخليط. لو جينا نشوف مثال هيوضح لنا
الضغط الجزئي، وكيف نحصل على الضغط الجزئي. المثال بيقول: إذا كان الضغط الكلي لخليط من الغازات مكونا من الأكسجين O2 وثاني أكسيد الكربون CO2 والنيتروجين N2 يساوي 97% ATM أو 0.97%، فاحسب الضغط الجزئي للأكسجين، علما بأن الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون 0.70 ATM وللنيتروجين 0.12 ATM. قلنا قبل كده يا شباب من المهم جدا ان انا اعمل تلخيص للمسألة، او زي ما احنا بنقول كده اخد المعطيات بتاعت المسألة اللي قدامنا دي. بيقول لي ان الضغط الكلي لخليط من الغازات، يبقى ده هي ال 97% ده اهي، دي هنسميها هتبقى البي توتال، بي توتال البي الكلية. عايز هو الضغط الجزئي للأكسجين يبقى البي او 2، علما بأن الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون اللي يبقى البي سي او 0.70 اي تي ام، وللنيتروجين يبقى ده هي البي ان 2. نروح نشوف المعطيات بتاعتنا، يبقى ال بي ان 2 12% اهي، وال بي سي او 2 70%، وال بي توتال اهي 97%. ايه المطلوب؟ المطلوب ال بي او 2، يبقى المطلوب الضغط بتاع ال او 2. طيب في الحاله دي هنقول ايه؟ اكتب القانون مباشره، بي توتال بيساوي، يبقى ال بي توتال بيساوي بي ان 2 زائد بي سي او 2 زائد ال بي O2. بعدين اعمل عمليه تعديل، اقول ان البي يبقى دول تودوهم الناحيه الثانيه، يبقى البي او 2 هيساوي البي توتال ناقص البي ان 2 ناقص البي سي او 2، او البي سي او 2 ناقص البي ان 2. وبعدين اقول ان البي او 2 بيساوي 97% ناقص 70% ده هتساوي 15 صفر، اهو 0.1515 اي تي ام. طيب انا دلوقتي لما احب اتاكد ان المساله بتاعتي ان انا ماشي صح، هجمع ال 15، هجمع ال 15 من 100 مع ال 70 من 100 مع ال 12 من 100، هلاقيهم كلهم كده يطلعوا 97% اي تي ام. يبقى اذا الاجابه بتاعتي ايه؟ اذا الاجابه بتاعتي صح. يبقى ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لي انا جبت كده ايه؟ جبت البي او 2، عوضت عن القيم اللي هو عطاها لي في المعطيات، وبعد كده زي ما بنقول طلعت البي او 2. يبقى دي اسمها انا جبت كده الضغط الجزئي ل الأكسجين، ضغط الجزء المين للأكسجين. ده المثال. نروح نشوف مسألة تطبيق برضو على الموضوع ده. أول المسألة رقم 4 هي نفسها تقريبا كده من نفس نوعية المثال اللي احنا ايه اللي احنا أخدناه. المسألة رقم 4 بتقول إن، يبقى أنا هقول أهو البي توتال، أقول هنا أهو يبقى البي توتال، بي توتال بيساوي البي بتاع الهيليوم زائد البي بتاع الهيدروجين، أهي البي للهيليوم الـ HE زائد البي بتاع الهيدروجين اللي هو الـ H2. هو هنا عاطيلي البي توتال بكام؟ عاطيلي البي توتال بـ 600. البي بتاع الهيليوم عاطيه بكام؟ عاطيه ب 439، يبقى يساوي 439 زائد البي بتاع الهيدروجين زائد البي هيدروجين H2. يبقى البي H2 هيساوي كام؟ هيساوي 600 ناقص
439 بيساوي 161، 161 ايه؟ ملي متر زئبق. تمام، يبقى لازم تتأكدنا هون ان الوحدات كلها زي بعضها، ان الوحدات كلها زي ايه؟ زي بعضها. ماشي يا شباب، يبقى دي المسألة رقم كام؟ مسألة رقم 4. ناخد المسألة رقم 5 ونروح نحلها في مكان تاني. يبقى ناخد المسألة رقم 5، تمام، ونروح نشوف المسألة بتقول ايه علشان نحلها وتبقى واضحة بالنسبة لنا. المسألة بيقول لي إيه في المسألة؟ بيقول يبقى دي المسألة رقم كام؟ مسألة رقم 5. بيقول إيه؟ بيقول أوجد الضغط الكلي لخليط من أو لخليط غاز مكون من، حدد لي هو عدد الغازات اللي موجودة فيه، من 4 غازات ضغوطها بضغوط جزئية على الترتيب كده على النحو الآتي، اللي هما كام بقى؟ 5 kPa و 4.56 برضو kPa و 3.02 كي بي اي و 1.20 كي بي اي. الحل، حل قلنا ناخد المعطيات تمام بتاعتنا. بيقول لي ان البي واحد، يبقى المعطيات بقول هون المعطيات اللي عطاها لي للبي واحد بيساوي 5 kPa، 5 kPa. بي اتنين بيساوي 4.56 kPa. البي تلاتة بيساوي 3.02 kPa، والبي أربعة بيساوي 1.20 kPa. يبقى دي اسمها المعطيات. خلينا ايه، تمام، يبقى دي المعطيات اللي عندنا. هنقول ايه بقى؟ نكتب القانون. هنقول ان البي توتال، نقول البي توتال يساوي بي واحد زائد بي اتنين زائد بي ثلاثة، تمام، زائد بي أربعة، يبقى هيساوي 5 kPa زائد 4.56 زائد 3.02 زائد 1.20، هتساوي نجمعهم كده بالآلة الحاسبة، يبقى البي توتال هتساوي كام؟ هتساوي 13.8 برضو كي بي اي او كيلو باسكال. يبقى انا كده جبت ده اسمه الضغط، اسمه كده الضغط
الكلي. الضغط الايه؟ الكلي. عشان كده هو طالب الضغط الايه؟ طالب الضغط الكلي. يبقى في المعطيات عندي هون عاطي لي بي واحد، عاطي لي بي اتنين، وبي تلاته، وبي اربعه، يبقى البي توتال هي اللي كانت الايه؟ هو المجهول اللي هو طالبه، ده برضه المطلوب، ده هنسميه كده المطلوب. يمكن المفروض نعملها فين؟ نعملها في البي تاني. يبقى البي توتال بيساوي 13.8 10 كي بي اي. يبقى احنا كده قلنا ازاي نجيب الضغوط الايه؟ الضغوط الجزئيه، الضغط الجزئي، وازاي نجيب الضغط الايه؟ الكلي. خدنا مثال وخدنا مسألتين على الجزئيه دي. طيب احنا بنستعمل قانون دالتون في ايه؟ تمام، ما هي استخدامات قانون دالتون؟ عايزين نشوف استخدام قانون دالتون للضغوط الجزئية. لو نشوف الشكل اللي قدامنا ده، هنلاقي ان حمض الكبريتيك بيتفاعل، اللي هو H2SO4 بيتفاعل مع الخرسين، حمض الكبريتيك بيتفاعل مع الخرسين عشان ينتج لي غاز الهيدروجين اللي بيتم تجميعه عند درجة حرارة 20 درجة مئوية فوق المي. بتجمعه فوق الايه؟ فوق الماء في وعاء ايه؟ في وعاء منكس. يبقى احنا بنستخدم قانون دالتون، تستخدم الضغوط الجزئيه او للغازات بان احنا نحدد كميه الغاز الناتجه عن التفاعل. بنحدد، يبقى استخدام قانون دالتون للغاز كانه بنحدد كميه الغاز الناتجه عن الايه؟ عن التفاعل، زي ما احنا شفنا في التفاعل اللي قدامنا الاول. لأن الضغوط الجزئية للغازات بترتبط بتراكيز هذه الغازات، بتراكيز الإيه؟ بتراكيز الغازات. علشان كده ممكن نستخدم الضغوط الجزئية في تحديد كمية الغاز الإيه؟ كمية الغاز الناتج عن طريق حساب الضغط الجزئي لغاز الهيدروجين. ومن حساب الضغط الجزئي لغاز الهيدروجين ممكن أقدر أحدد كمية الغاز الإيه؟ كمية الغاز الناتجة، أقدر أحدد كمية الغاز الإيه؟ الناتجة. يبقى كده قانون دالتون واستخدامات الضغوط الجزئية في إن إحنا بحدد كمية الغاز الإيه؟ الناتج.